دي سي. كارت دي سي. كلمة دي سي يعني انه هذا بيشغل دي سي مش اي سي. ماشين انه بيشغل كموتور كجنريتور. طيب مكتوب عليه كجنريتور 2.2 كيلو وات 1500 امبير. ايش معناهم؟ 2.2 كيلو وات انه هذا قدرته 2.2 كيلو وات. طب 1500 يعني انت بدك تشغله جنريتور، انت عشان تشغله كجنريتور بفضل لك 2.2 محتاج تلفه بكم؟ 1500 امبير. طيب كموتور قدرته 2 كيلو وات و1400 امبير. اذا هو لو هو كموتور شغال كموتور 2 كيلو وبعطيك سرعه 1400 امبير. طيب حاجه مهمه يا شباب، المعلومات اللي هام عديتها شيء زيها زي معلومات الاسئله، فكيف بدي قلت لكم عن هالمعلومات الاسئله ايش هم قلناهم؟ مقاييس. ايوه ريت الكونديشن وش هذا؟ في فول لود يعني. ايوه فول لود. لا لا تبدش. اوكي اول حاجه حكينا انه ريت الكونديشن وحكينا كل المعلومات لاين تو لاين مظبوط؟ انا لازم احسب الشيء. انا لازم احسب الشيء. انا لازم احسب الشيء. بعرف انه هي ال يعني ايش بصير. طيب اذا طيب الروتر بقول لك انت محتاج لو بدك تشغله كموتور محتاج تدخل على الروتر 220 فولت هو حيسحب معك 12 امبير لو كنت محمل عليه ايش؟ الفول لود. طبعا لو انت مش محمل عليه الفول لود مش حيسحب 12 امبير، حيسحب اقل مني. اوكي كاكزايتيشن يا شباب بقول لك دي سي محتاج تدخله 220 8 من 10 امبير. يعني انت محتاج تدخله تيار قديش قيمته؟ 8 من 10. دائما في جواب في الاكزايتيشن انا مهتم بهتم في التيار. ما بهتم في الفولت. انا ما عندي 8 من 10 ادخله. بس كفولت في بهتم في ايش؟ في السورس نفسه، انا بدخل له السورس تاع 220 بهتم في الفولت هنا. تمام؟ اوكي هذا دخلت له الاكزايتيشن، دخلت له السورس تاعه، اتحرك مثلا السرعة اللي بدي اياها. طب انا بدي انقل السرعة من هان لهان، اذا محتاج شيء نقول لي هان لهان. هو هذا شرط، هذا اسمه شرط وهذا اسمه شرط. انا بدي انقل حركة من هان لهان زي ما قال عامر صح؟ اوكي محتاج هو كابلينج. كابلينج هو بنقول الحركة من هان لهان، لما يتحرك هذا بنقول الحركة لهان. تمام. هذا الجهاز مش بس فقط انه بنقل الحركه، بيعمل شغلتين ثلاث شغلات، بقيس لي السرعه، شغله ثانيه بقيس لي الار بي التورك اللي هو العزم، والشغله الثانيه الباور. ثلاث شغلات باور تورك السرعه. طيب لاحظوا ما فيش عليه اي شاشه لهيك فيها سيريال بورد مشبوك مع الجهاز هذا اسمه التورك ميجرمنت. هو الجهاز هذا بس عباره عن ديسبلاي شاشه بس بيعرض القيم. القيم بياخذ معلومات من هذا وبيعرضها على الشاشه. هنا فيه حساسات مثلا معينه جوا سنسور معين بتقيس المعلومات. طبعا لو انتم معاكم ماده عناصر ميكاترونكس طبعا اكيد مش معاكم، هو زي السنسور زي ما يقول لك سنسور بقيس الحراره اكيد عندنا سنسور. في ماده مجسمة فيعني بقيس السرعه بقيس الباور بقيس هذا. مش ميكانيكا فيها لا ما ليش انت تتعامل معك كابلين باخذ منه معلومات. اوكي نيجي للاخ هذا السنكرونايز جنريتر. طبعا لاحظوا هاي في ملف ملفين ثلاثه وهذا ايش في الزاكا وهي هان ملف ملفين ثلاثه هان بشبك هنا ايه لتا اوستر دكتور حقا انا بكون بس ثلاث خطوط بس احنا ان شاء الله الطلاب سته هدول هم السته صح؟ هو بكون انت بالعاده يعني بكون زي هيك مثلا بتدخل له ثلاثه وخلص مش معنى فيه، بس هنا تعليم بعلمك كيف تشبك دلتا وسطى. يعني اللي قال عنه الدكتور بكون جوا مشبك يا دلتا وسطى تدخله على طول على طول. فاهم كيف؟ الاكزايتر اللي هو دي سي بدخله من هنا دي سي. طب هل الخارج اي سي ولا دي سي؟ اي سي طبعا هو اصلا حاجات بديهيه. طيب نيجي نتعلم شباب نقرا المعلومات الموجوده على الداتا شيت مكتوب سنكونايز ماشين 3 فيز. سنكونايز قلنا ايش معنى كلمه سنكونايز؟ حكينا متزامن متزامن انه بضيق بلف اللي هو الروتر بسرعه متزامنه. ماشين قلنا ايش يعني؟ موتور يعني هذا بيشتغل موتور وجنريتور. ثلاثه فاز انه هذا ثلاثه فاز ثلاثه فاز اوكي؟ وتلاقي كلمة ثلاثة فاز بتدلل إن هو اي سي مش دي سي طبعا لأنه فيش دي سي ثلاثة فاز تمام. كجنريتور بقول لك 1.2 كي في اي في 8 من 10 ايش هذه؟ امبير باور في 8 من 10 ايش هذه؟ 8 من 10 فاز لو ضربتهم بعض فبحصل على مين؟ الباور بطلع تقريبا 940 واط بس بقول ليش ليه بدل لا حسب اللود اللي بشغل عليه اللود هو اللي بحدد لي زن شكله اللود هو اللي بحدد لي ليد او لاج او ريزستف. يعني مثلا اليوم احنا حنحمل عليه لمبات، اللمبات هذه تعتبر ريزستف لود لا ليد ولا لاج. لو كنت مثلا محمل عليه اندكشن موتور شغلت رحت جبت اندكشن موتور شغلت عليه هذا اندكشن هو هذا لاج
تمام؟ هل جبت كاباسيتورز؟ لو جبت مثلا دي سي موتور هذا سينكرونايز موتور شغلته بدون ما تحمل عليه اي لود كانه كاباسيتور. ايوه شيء طبيعي. حكيت انا ما سمعتهاش، ليش طيب؟ سمعتها. الدي سي هذا السينكرونايز ماشين كانوا زمان يستخدموه از موتور عشان يحسنوا الباور فاكتور. فبشغلوه بيعطوا له مثلا الكهرباء اللي محتاج عشان يشغل كموتور بس بدون ما يحملوا عليه اي لود. فهو بيكون انه بيشتغل كغاز كاباسيتورز بس لانه كان زمان ما كانش في حاجه اسمها باور الكترونكس. اما حكيت باور الكترونكس لو لاحظتوا في الطبلونات بتلاحظوا في كاباسيتورات كبيره هناك بيشبكوا على التوازي. فكان زمان يشغلوه سينكرونايز از موتور نفس الشيء عشان يحلوا الموضوع اللي هو الكوركشن اوف باور فاكتور. هو تصحيح الباور فاكتور ايش اللي خلاه يشتغل زي كاباسيتور يعني؟ كيف صار يشتغل؟ كيف جاي يصير كاباسيتور؟ لقيتها هو لما تشغله كموتور ان شاء الله كمان معملين هو بتلاقيه انه لما تيجي ترسم طبعا بدون ما تحمل عليه اي لود تيجي ترسم الدايناميكا بتاعته او اللي سوى الفيزر دايجرام تاعه بكون هو اصلا سحب التيار تاعه بما انه مش محمل عليه يكون ايش؟ ليد. تمام؟ لما يكون هو ليد فاذا هو كباسيتور. لا ليد كباسيتور. فهو عشان هيك بكون ايش؟ از كاباسيتور. فهمت علي كيف؟ اما لو انت مثلا محمل اندكشن ماشين هو هذا البلوى. اغلب طبعا اللود اللي عندنا في المصانع كله اندكشن هو بقلل الباور. مش مالك بس سميتها في الدكتور صور ورانا اياه في الماث في شركه الكهرباء في شغله زي هيري تقريبا بيشبهها اكزايتر. هل قلت هذا نفسه جوا اكزايتر ولا كيف؟ هذا قبل مش عارف هذا الاكزايتر تاعنا احنا كله ضمنيا يعني هنا هان اكسترنال. هاي انا هو موجود على على الروتر نفسه شايف مش رسمنا الروتر وعملنا ملفات هذا موجود جوا يعني ضمنيا جوا بس احنا بس انا بدخل في بس هكم في قصدي الاكزايتر الخارجي في احيانا بكون على الروتر نفسه يا شباب بكون زي نظام بطاريه خلص فهي بتعمل اكسايتيشن منها وفي بس فبتضل ايش انه بدك تتابع البطاريه وفي نوع ثالث سيلف اكسايتيشن تمام قال على الدكتور. طيب نيجي نكمل المعلومات. قلنا كجنريتور كموتور بقول لك قدرته 1 كيلو وات. اوكي طيب عندك بقول لك هم في حاجتين دلتا واي. حال انت كنت مشبك واي بقول لك على الخارج حتاخذ 220 ل 240 فولت 3.5 امبير يعني بيسمح لك تسحب لو انت كنت مشبك الجنريتور تسحب لحد 3.5 امبير بعد هيك ممكن يصير دمج 220 فولت لاين تو لاين اكيد لاين تو لاين لانه قلنا المعلومات هاي لاين تو لاين. كدلتا 127 فولت ل 140 فولت تسمح لك تسحب امبير 6.1 امبير. كاكسايتيشن بقول لك محتاج اكسايتيشن 220 فولت 1.4 امبير يعني انت محتاج تدخل له اكسايتيشن 1.4 امبير عشان يبدا يولد لك الفولتيه ما مش مهتم فيها مش مهتم لان دائما الاكسايتيشن انت طبعا 50 هرتز 1500 ار بي ام. ايش معنى هذا؟ انه هو بيشتغل لو انت مثلا مشغل كموتور لازم تدخل له النظام يكون عنده 50 هرتز. فانت لو دخلت له 50 هرتز و220 لو انت مشبك واي ولو حيلف بسرعه قديش؟ 1500 ار بي ام. بس احنا اليوم بدنا نشغله ايش؟ از جنريتور. لو شغلت عليه فريكونسي ثانيه مثلا 60 كان حيعطيك سرعه مختلفه. ليش؟ اعتقد اسرع عشان القانون عشان يقول لك الانسنكرونايز يا شريحه 120 تزيد العيار تزيد انا هذا عندي ثابته مضبوطه عليها لما زبط زود الفريكونسي زي الفريكونسي ما في عدد الاحطاب لا ما بقدر احسب عن طريق بيسر وايش اللي بزيد عن بعدين بزيد السرعه خلص انا عندي الفريكونسي وعندي السرعه بجيب البول عطيه طبعا بس مش صحيح. اذا في شباب اذا سمعتوا في شو اسمه اللي بيتحكموا في سرعه الموتور الاي سي كانوا بيتحكموا فيه عن طريق ان هو يتحكم في الفريكونسي كانوا بيتحكموا منها يعني نسيت ايش اسمه والله راح عن بالي بس هو كان يتحكم في سرعه الموتور الاي سي عن طريق اللي هو جهاز اسمه راح عن بالي بس هو مبدا عمله يعني بيتحكم في الفريكونسي بعلي بوطي بعلي الفريكونسي بوطيها فهو بيتحكى له بسرعه الموتور. اوكي ده ما قلنا هذا از موتور. طب از جنريتور ايش معناها؟ انه انت محتاج تلف الروتر تاعك بقديش؟ 1500 عشان يعطيك الفريكونسي قديش؟ 50 العكس عد رح نلاحظ هذا الشيء انه السرعه لو كانت اقل من 1500 مش حيكون معطيني فريكونسي 50 عشان هيك انا جبت الجهاز الفريكونسي بتاعي فبعطيني اقل شوي اقل معه فحنضل نعادل ونعاير. فاحنا اليوم بدنا نعمل محاكاه يا شباب محاكاه لشده الكهرباء. اوكي ما تستغرب اذا قديش انا محتاج من هذا يا شباب سرعه؟ 1500 تمام شهادة يعطيني 50 تمام اوكي. هاي
المهم بقول لك يعني هذا الموديل نمبر تاعه، يعني في اكثر من كم جهاز منه مصنعين بيحملوا نفس الموديل نمبر، بس في سير نمبر هو خاص في مش مصنعات سويدية هذا. لا لا شكل سويدني سويدنية هي اسمها تيركو، لو انت فتحت عليها يا شباب هتلاقي الماشينة، بس هم دوبالك ما تستغرب انا حكيته في ماكينات واحد بعرفش اذا حكيته في عينك ولا لا تعرفوا ما تستغربوش انه هذا الجهاز اول شيء حقه 5000 دولار يعني لا مش على هذا الموضوع اللي بدي احكيه بس بانه حكي تعليمي عشان هيك اغلى اللي بدي احكيه انه هذا الجهاز انه الشركة هاي عارفة انه الجهاز هذا اللي بيحملها موجود في جامعة لندن قلت لها عشان المكتوبة هنا لا سي نمبر سي نمبر يا ابني لاي حاجه خاصه في عندنا درجه الحراره يا شباب قديش لازم يكون درجه الحراره في عندنا معلومات ثانيه ممكن كنتوا تبحثوا عنها في عندنا مثلا بقول لك ماخذ شهاده الايزو 9001 شهاده الجوده شهاده الجوده بدك الجوده حتاخذوها ان شاء الله اعتقد والله معكوش معنا بس للاجل سنه خامسه مصنع العوده الشهاده اوكي واضح يا شباب ايش اللي بدنا نعمله طبعا هذول الخمس لمبات لون يعني اوكي طيب نبدا نشبك يا شباب واضح كل جهاز معنا شباب بس شباب طيب اول حاجه يا شباب بدنا ندخل بدنا نشغل هذا هاز موتور فبدنا ندخل له مصدر دي سي شو هاي من هون عندي الدي سي فاريبلز اوكي احتاج تطويله بس ايش حاجنا انا خلص اول بعيد بعيده مش لازم اسمع روح شفت ايوه هذا اوكي شبكنا هون هاي شبكتها هيك 220 فولت دي سي طبعا هتحكم فيهم عن طريق اللي هو الثري فيز اوتو ترانسفورمر تمام بدي القيت مصدر دي سي ليش؟ للاكسايتيشن مضبوط؟ هاخذه عن طريق قلنا هذا حيسلم لي هذا وبعدين هذا حاخذه منها لان هذاك بدي اخليه للاكسايتر لهذا الاكسايتر هذا مختلف عن هذا مش مهندس هاي التقرير بدنا نكتب وصلنا من هذا لهذا وهذا لهذا ولا نكتب مصدر اول شيء لا بدك تكتب لي ان انا دخلت اكزايتيشن لهذا بعدين شبكت له مصدر دي سي بعد فاعطاني السرعه 1500 ار بي ام بعدين جبنا جبكنا الاكزايتيشن مش لازم نكتب له من هنا لا 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 تصير ممله بتطول التقرير بزياده بس هي غالبا مثلا يعني اليوم مثلا اربع تجارب سب سكشن حكونا صح؟ يعني تشبيكه لواحده هم نفس الباقي بس احنا حيختلف حاجات بسيطه لو عملت لواحده بيكون الباقي نفس اوكي مصدر دي سي ها حندخله لهان يا ريت طبعا اتفقنا ان احنا نقسم حالنا اربعات اه ما بلاش الاقي واحد لحاله هاي دخلت هان مصدر دي سي تمام مصدر دي سي للموتور مصدر دي سي للسايكل تمام هكذا حتى الان ما فيش اشكاليه مضبوط هكذا شو بدنا نسوي قلنا هذا مهتمين بالفولت وهذا مهتمين في التيار فبداش مكان فولت ميتر وبداش مكان ايش اميتر في الفولت ميتر احنا بداش مكون دوازي مضبوط مش هو هذا نفسه يا شباب لو انا جبت على الساعه هاي واخذت هذول دخلت بعد البريدج ولا بعد البريدج لا 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 هذا تاع الصوت خربطت هي تاع البريدج امسك تاع البريدج هي تاع السوس هذا بشبكه على التوازي مزبوط بس هي بالنسبه للاي سي الكونفرتر وين مش مكانه من هاد ماخذ من هاد اي سي بعدين بطلع له دي سي حلو تعال تعال انت ثلاثه طالع من خليك 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 هاد خليك معانا رجع لي شوي عشان نخلي الشباب يتفرج هاي هون ما على التوازي يا شباب هم هادي شو هذا هيك موصل لهذا لما قلت لك اشبك على التوازي حتاخذ من واحد من هان وواحد من واحد من هان حطته هان وواحد حطته هان انا لا قلت لك هي هون نفسه يعني كاني اخذت من هان اوكي طيب حكيت ركزوا بقصة الطيار لانه عارف دائما انتم مشكلتكم في الطيار لانه مشكلتكم خلاص عندكم عقده مش عارف ليش طيب بدنا نشوف حكيت عشان نفهم الاشي حكيت بقول لكم يا شباب احنا الطيار بمر
في المون وجوجة بصل هان في المقاومة بدخل بعدين بيرجع بكمل الدائرة تفك الدار وتحطه كمان بدنا نعمل ايش؟ اوبن سيركت من فوق واحد من الاثنين بنحطه بس في الكم تاع الساعة وبعدين من الساعة بنرجع يا عم كان ايش؟ هلقيتها كيف الكلام ما شاء الله عنده بالفعل ما ضاعوش مش عارف بالظبط الله عليك هذا مش مهندس عشان انا احسب الاي اف او الاكسيتيشن بالضبط حقنا فصل الطياره ممكن تسيب لو انا بختلف اتجاه التوليد اتجاه الفلكس بس هيك حقيقه بدل ما يدخل حقيقه وين القلم؟ وبدنا حقيقه ايهم هو هيك مضبوط هيك مضبوط لو كان اتجاه التيار هيك حيكون هيك اتجاهي لو كان مثلا العكس حيكون لفوق فبس هي هيك يعني هذا بقى ليش يكسر مثلا لا فيها اوكي اجيت صار التيار كيف يمر يا شباب هاي بمشي ماشي في السلك الاحمر ماشي في الساعه راح سلم هنا مر في المقاومه هاي رجع سلم وين هذا واضح كيف ايش عملنا هذا طيب نفس المدرسة نشبك الجنريتر هذا احنا بس بغير موضوع مش اكثر لسه بدنا نشبك هاي اسطار في الحالة الأولى يلا مين يشبك الاسطار؟ يحيى يحيى روح يلا بنسألك في يحيى كيف بنشبك الاسطار يحيى؟ بنعمل هاي ملف ملفين ثلاثة خليه يشوف طلع من بدك عشان نشوف ايش بك؟ اتش لا سيبك من عياس مين غيره؟ أنا أشبه غيرك مود أشبه مين أحمد؟ أشبه طيب أشبه شبك يا أشبه؟ عامر عامر شبك عارف إنك عامر أنا ليش أصلاً مش عادة أقول لأيهم ولا لأنت ولا عارفهم عارفين أنا مكان من العلم مش يتاك بدك شبك؟ طيب مش قلنا بنعمل نقطة كوم؟ نقطة كوم بعدين بنوزع أي واحد في هذا القبود ومن هذه نرجع على وجه الاخر هذا كله واحد من هنا هنا صار كمان واحد يا شباب ليش؟ هيك هي الواحد الاثنين هالثلاثة هاي هذه الاميرة خلص اوكي اكيد بدنا نطلع هي بدي احسب لك هذا اول ما طلع السي لاين ونيوترال طلع خلي الاسود نيوترال خلاص ما في ايش ما في 100 واحد بيصور ليش فاهم جاست تصوير خلي الاسود الاسود نيوترال الاسود 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 اللي ماسك النيوترال براس ايوه ايوه وصلت وين شو بتعمل خلص شوف معي طيب شوفكم مالك يا راجل طيب شوف معي يعني خلص شوف معك ليش معك شبك لحالك يا حبيبي ليش يا شباب هاي ثلاثة لاين ونيوترال تمام تمام؟ هلا نعمل الاكسايتيشن نفس القصة اللي عملناها نفس الشيء يلا خد يا خد يا روح لفت قصدك ايش بدك تعمل هالجيم؟ تمام مش مشكلة تجي هنا عادة مش محدد عليها ايش بكم واحد لللاين واحد للفيز هم موجودين بس شوفكم في السعر خلاص ايش اشوف لحين ايش في في لاين تو لاين واحده في فيك مش طويل هذا مش واسع جرب من هذا عارف اجرب لك بس ما حصلت مع التطوير خلاص حيهم شبكيه مش هذا هيك ايش هذا هذا كيف فيز شايف الاحمر مش هان اي هذا لا واحد زين بفاير عشان انت الموتور المطور تاعك قديش بدك اياه انت هان يكون المطور بعطيك هذيك حركه طيب قديش بدك اياه انت في الثانيه خلص ليش مو ماشي يعني هذا كانه زي هذا بالضبط ايش بكون هيك هان لا لا ضيع شو حطه هذا يا عم سوري سوري سوي التيار ايوه حطه جنبك خلاص بس اللي تيار على تيار اوكي ضل كده يا شباب ايش نعمل
ارجع بالله احمد احمد ارجع احمد ارجع طيب اكيد اشبك الشباب شباب اللي في الكونسي قلنا توازي زي زي الفولت ميتر بين اي تو لاين لان انا ضامن انه على اللاين حيطلع 220 باشمهندس في غير اهدايا يا حبيبي احنا اخذنا فولتيج هناك عشان نشغل الاكسايتيشن كرنت اللي هنا بس بدنا ناخذ من هنا فولتيج باشمهندس حبيت هذا وانا نفس الشيء كانك ماخذ يعني من هذا هذا بس هذا اكبر فقدره لا نفس الشيء لا هذا اخذ خطوه صح امين يعني قصدك لو خلال عندك واحد زي هذا كان اكمل وخلاص ممكن بس انا هذا قدرته اعلى لانه هذا بده يسحب 12 امبير فحسب المطر قلت انا حامل على الكلود اما هذا بده يسحب 8 من 10 امبير لا يذكر اوكي عشان مرشح تقدر تتهمنا كل الدفع لا ما حسيت انا بعد موجود جنبك طيب واضح التشبيك يا شباب حط لي هان في دي سي اي اي سي مزبوط هان ايش نقيس اي سي ولا دي سي؟ طالع اي سي فولت ولا تيار؟ تيار اي سي ايش مكتوب ايش مش مكتوب؟ ايش مكتوب فولت؟ فولت حط لي حط لي تقيس في اي سي في اي سي هان في دي سي ولا اي سي؟ اي سي هان دي سي احنا مش احنا عندنا ايش بك لواحد الفولت دي سي هذه؟ هذا تيار دي سي دي سي هذا كده اي سي ايش هذا؟ البتين هذه ايش تعرف؟ ايش كمان دي سي دي سي اذا مش اي سي خلص دي سي دي سي بس هذا دي سي ليش؟ تنتين فولت؟ هذا فولت واحد فولت واحد تيار هذا ايش تيار 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 صغير تنتين هذا دي سي ولا دي سي؟ حطه على المله على المله حطه على المله بس حول من فوق اه انت قلت لي حول من فوق انا ما سالكاش انا شرحت انه قلت لك انه هذه فولت دي سي وهذا تيار اي سي يا استاذ مين هذا؟ ايش بدك على رب الدنيا نعم ايش بدك على فولت دي سي؟ شكرا طيب شوف بعيدا عن المعمل يا شباب بعيدا عن المعمل بعيدا عن المعمل انا هارب طيب عليه التشغيل يا شباب بندخل اكسايتيشن بعدين بندخل ايش الفولت اللي محتاجه وبعدين هم ندخل اكسايتيشن وبناخد فولت ممكن اي توصيل تشبيك على السريع قبل ما تبدا ايش وعيد بالضبط توصيلك يعني هان انا اخذت مصدر دي سي تمام شبكه انا عشان محتاج اعرف الفولت فشبكت على التوازي وهان لا شغل صور على التوازي تمام هان انا محتاج مصدر دي سي للاكسايتيشن تمام رحت شبكت بينه تيار عملت قطع في الدائره وخليت الساعه تمر منه عشان يجي سير هذا للاكسايتيشن تمام هان شبكت دلتا وستار فاحنا تجربتنا الاولى شبكنا ستار وشبكنا اكسايتيشن نفس القصه اخذنا من هذاك الاخ و اخذنا خليناها تمر كتيار عشان نقيس التيار تمام لانه دائما في الاكزيتيشن معنى بالتيار بمر وهان طلعنا طبعا ثلاث لاين وتو نيوترال فهان قسنا في فيز وهان قسنا في لاين تو لاين ببساطه هلقيتها بدنا نشغل الجنريتور بدنا نحاكي بدنا نولد الكهرباء اوكي اول حاجه بدنا نحقق الشغل الاول اللي هو نعطيه السرعه 1500 عن طريق يمين الموتر بدنا نرفع هذا يا ريت ما حد يشيل عارف شغله خليك تخافش هو طالع لسه الآلية بندخل الاكزايتيشن هان طبعا هو بيقول لي قديش دخل الاكزايتيشن يقول له حالك ايش يا ايهان اللي هو فول لود قديش قلت هذا 2 كيلو هاز موتور مزبوط طيب. هذا لو انت كنت محمل عليه الفول لود تاعه قديش قلنا شفت الجنريتور واحد بوت ايش قلت له؟ يعني كاني لو انا محمل هذا الفول لود مش هذا لود صار على هذا قديش حكون محمل؟ نص نص اللود هذا لان هذا خطوته 2 كيلو وانا محمل 1 كيلو فانا يعني كيف اقول لكم؟ زيادة. مش ح 8 من 10 مش ح... مش حاعطي له اياه 4 من 10 3 من 10 انا بناء على التجارب انا اللي سابقه كان 5 من 10 كان فانا بدي ادخل اكزيتيشن مين اللي بيسجل معلومات؟ انت يا زلمه مين جمال احمد لسه انا لسه يا عامر يلا روح بدخل اكزيتيشن يا شباب 5 من 10 يا شباب انتبهوا لسه ما سجلش لما اقول لك سجل معلومات سجل هاي 5 من 10 هان هذا اكزايتيشن كارت للموتور دي سي موتور نفسه اوكي
طيب هكذا بدي ادخل له الدي سي سورس اللي محتاجه اللي هو بقول لي دخل 220 انا بدي ارفع وعيني على السرعه اللي انا بدي اياها لما اصل على 1500 ار بي ام وقف انت بس اوكي خلاص انا بدي 1500 بدون اي نص ارفع لي يا شباب ارفع له ايديك على الطاوله لانه نشأة الزلزال تمام ضغط ارفع في اي فولت شباب في اي فولتية تولدات في اي فولتية تولدات هذه لا تذكر هذه موجودة في الملفات الكهربائية ليش يا شباب تولدت لانه في شيء ايش اكسايتد انه الشرط الثاني ما تحققش تمام مش تيار فولتات واحد بيطلع مهلتك يعني كيف اقول لك جوا الجهاز بالملفات يعني ضل محافظ اذا نطلع على الاكسايتيشن شوي شوي المفروض ليش يتولد على اللاين تو لاين ليش المفروض يتولد 220 مضبوط لانه انا مش هبقى ايش صار يا يحيى ضفع على ضفعها اوكي عيني يا شباب على الاخ هذا احنا قلنا ليش ما فعل هنا مش مدري صار 1515 لفه مش مشكله على كده يا شباب احنا قلنا يا شباب بدنا نرفعه المفروض ندخله 1.4 عشان يعطينا 220 تمام بس احنا مش هحتاج ان 1.4 لانه ليش؟ عشان ما فيش عليه اي لود. طيب احنا فاكرين الكيرف بتاعنا اللي قلنا الاي اف بالاي اي قلنا كل ما زودنا الاي اف بتزيد مين؟ الاي اي هتلاحظ هذا الشيء شوي شوي يا شباب لاحظوا هاي الاي اف بتزيد والاي اي والاي اي بتزيد معاه. شو بتسوي؟ ايش تعمل هون؟ صفر لسه الاي اف. اوكي لان انا بنزل هنا اوكي لاحظوا هان لاحظوا بتزيد الاي اي والاي اف بتزيد لا يا بدي اشوفها انا بوصل 220 معلش بس انت تابع على الفيز هاي الفيز هذا بقى تمام كلما رفعنا الاي اف بتزيد مين؟ الاي اي تبع الفيز ابعد يا سالم وين غاشز عليه؟ ايدك بايدك ايدك بتروح مش ناقصين فاهمين يا ريت لو بتعمل رز مش مشكله بكفي منها ماخذ اوكي طيب وضح ايش اللي عملناه يا شباب؟ وضح ابعدوا هذا شوي عشان نلاحظ بس الفقرات اللي اخذناها او ايش؟ ما شرحناش ترى التجربة الأولى هاي ضمن بدون لود هالقد يا شباب احنا دخلنا اكسايتيشن شغلنا خدنا السرعة اللي بدنا اياها لقينا ما تولد فولت لأنه ما استخدمناش اكسايتيشن رحنا عملنا اكسايتيشن صار يتولد عندنا مين؟ اي اي طيب لاحظوا يا شباب الفريكونسي يا شباب تقريبا اقل من 50 بسبب انه السرعه قديش 1483 لازم ارجعها ل 1500 عشان تعطيني 50 هرتز اوكي لاحظوا انه الساعه صارت تقريبا 1500 زين الفريكونسي صارت 50 هرتز دخلنا بفولت العمود هذا في لاين تو لاين صح مش مهندس هذا لاين تو لاين هذا لاين تو لاين هاي لاين تو لاين مش قلنا لاين تو لاين المفروض يطلع 220 هذا اصلا مخيط صفر من مين؟ شايف من لاين هاي لاين قديش؟ قديش الاكسايتيشن يا؟ 6 من 10 7 اجربها ولا كيف؟ حتى الرقم قديش الرقم مكتوب عندي؟ 9 8 7 من 10 7 من 10 كم تصور؟ 200 عشان نفهم احنا فهمنا التجربة آلية التوليد عشان نتفلد فاكرين انه احنا يحيى الاسئلة انت وايهر وجميل اقفوا اقفوا احنا طبعا ما في عندنا لود حاليا عشان نفرق بين التيرمينال لما يقول لك تيرمينال ويقول لك اي اي اوكي احنا تيرمينال اتولد يعني هي كانه بيقول لك لاين تو لاين قديش اتولد؟ 223 كفيز قديش تولد؟ 125 وقلنا عشان في حالة النولود انه هاي هي هاي مضبوط؟ اذا هذا 125 اذا لما هذه انا هذه هي اللي بستخدمها في قانون الاي اي هذا تطبيق للبي اي لكن احنا اللي قسناها هاي اللي قسناها لاين تو لاين هي
هاي لايت لامب 25 كفيز هيها لانه الكونكشن عندي ستار لو كان الكونكشن ده تاخذ الوقت نفس الاي اي تمام هي نفس الاي اي بس انا ما عنديش اي لود بصير لايت 25 هي هذا الدخل والفيلتر بصير لايت 125 125 وهي الفيز وهي مين اللي هي لو بحث اللي هي هنا بالدائم صح كيف جاي والله ايهام وطي لي بالطيار شوي عكس عكس بتأكد انه الطيار بينزل بينزل اذا حسيت بينزل خلص ليش فيك انا حب قلب قلبك صفر بصير شيء طفى المطور طفى من عندك نزل أمان الدي سي فيهم اوكي طيب وضح التجربة الأولى بكل حاجة نو لود هكذا بدنا نعمله يا شباب بس بدنا نحمل لود بدنا نستغني عن الأخ هذا بدي أحط ايش؟ هذا ايش؟ ايش اللي عمل هكذا باش هذا لا 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 فزر ولي اوكي ماشي يا ايهم ماشي يا ايهم مقبولة منك طيب هكذا يا شباب بدي أشوف اللود طيب نشوف كل لود قلنا نشوف كل لاين تو لاين بسبب انه بيطلع على 220 يا عادي تعال تعال بدي اشبك ايش بين اي تو لاين مزبوط بين هذا وهذا عادي او هي هذا تمام وهان حشبه كله اوكي مش معنيين انا هيك اعتبرت ان انا بدي اخذ خرج واشبه كله بس احنا بدنا نقيس ايش قلنا طيار قلنا بحال قياس التيار يا يحيى بنفصل هذا جزء من هذا بخليه يمر في الساعة في الكون مثلا ومن هنا برجع للمكان اللي أنا من عنده فصل مظبوط هو وين هيو هيو اوكي إذا أنا هيك شبكة اي اي او اي لاين بس أنا عشان يشبك لاين تو لاين فأنا اللي بقيسه يا شباب الاي لاين تو لاين تمام تمام خذ لي هذا فصل ليش هذا من وين جاي هذا طبعا ايش راح انا فصل بدي شيء هذا انا بدي شيء اقيس كافيز بدي اقيس كمان ايش بنقيس الحين لا لا نفس الاي الفي لاين بلاك اوكي بدنا نعمل ليش هيك على هذا كيف يلا يا سالم تخلي 5 من 10 هيا عينك على الطيار هذا هيا 5 من 10 هيا هاي قبل قلبك ماشي كمان كمان هلا انا سايق عنده وصل 5 لسه ما وصل اوكي يلا ارفع ارفع لما بس ايش اكتب مش هذا لما لا انا نازل نازل لسه ما خلص تمام هيا ارفع ارفع قبل قلبك نصف رايح ارفع في هذا عينك على مين؟ على انا انا وايش كمان بس السرعه اللي بدي اياها خليك تمصر قديش بدك السرعه قديش بدك انت انا 500 هي هي عارف عارف بدي اشوف عنه يا ساتر شوي عارف روح مطر وقف عندك شوي شوي وقف شوي صغيره بس علي شوي خلاص نادرة لا كمان لك لا طيب ايوه ارفع لي بهذا لحد ما يطلع عندك قديش هذا 22 ارفع عليه هو اللي بده يعني شوفوا عقله عقله مرتبط هذا اوكي 27 انا عم بقول له افكر بيرس على حاله يلا يلا روح طب بس يعني لا عادي عادي خاف خاف شفرت علي ولا علي علي كمان ولا دي شان بول سنة شوي سنة دي سنة شوي سنة دي سنة كمان 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 يطلب كل مره تمام خلص ايه بس 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 وين عم بزيد هناك 23 ولا لا 20 23 7 بالليل الجاي تمام صادوا بشوي على السرعه 7 على 1500 بس يا ساتر 22 طيب هل قد ايش نسوي هل سيارة طبعا طبيعي لانه بيتحكم لي وينها
اللي بيتحكم في الاي اي بالجير بالفلاج والسرعه. انا رفعت السرعه اذا برضه حتجيني الاي اي. بس بسيطه انا في الحياه الطبيعيه يا شباب السرعه ما بتتاثر، حتى لو حملت على هلود ما بتتاثر. تمام. او بعوضه انه انا مثلا بحضر الكهرباء عشان اعوض السرعه بيحرق الفيول اكثر. تمام. طيب هلا اللي بدنا نسويه يا شباب ان احنا بدنا نحمل اللود وبدنا نتابع عده متغيرات اللي منها الاي اي او الفي اللي خرج عندي لما حطيت الاي اي والاي اي ومين كمان والسرعه اللي عندي. طيب نبدا نشبك اللود. لسه لسه نفس اللي قبل. عارف اشوف النتيجه على الطاوله اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. صار ضرب بالقدار 20. لسه ما حملتش ولا حاجه. بس نزل على طول. اه طبعا لانه في لود عليه صار. ايه كله؟ لا مش في اللود هذا. 500 واط هذول يا شباب وهذا اصلا كيلو. فاذا يعني طيب عشان نتابع يا شباب ونفهم اللي صار، فاكرين لما بالسؤال قبل شبكت انا اللود وفجاه شلت اللود؟ لما احنا حملت اللود لاحظوا التيار ارتفع وهذا منطقي. صح التيار زاد. صار ضرب على الفولت مظبوط؟ وصار ضرب على السرعة. إذا أنا والفريكونسي بطلت 50 يا شباب. ليش؟ أنا صار ضرب على مين؟ على السرعة. السرعة دائما مربوطة بالفريكونسي. أنا بدي فريكونسي 50 مظبوط؟ راح أزود السرعة عشان أخلي مين حيزيد معاها يا شباب؟ السرعة. الفريكونسي حتزيد معاها. أوكي الفريكونسي حتزيد. لاحظوا انه زادت معاها هاي مظبوط. انه انا لما زدت السرعه برضه زادت. طب انا وصلت للي بدي اياه ال 220؟ لا. اذا ايش عندي الحل الثاني؟ اللي هو الاي ار. وجيها وجيها. زود مش قلت. تمام. لو كانت كفايه بزود زود الزايتر. زود الزايتر فعادل اللي هي عادل اللي هي. شباب مو الحش اللي صار هيك بصير في الحياه العاديه. طب عشان نفهم برضه هلقيت البي هذه لايف تو لايف 8 من 10 8 زادت. سجل القرارات بياخذ قرارات الحين يا شباب. سجل ايش يا ولد؟ انا مش عارف ليش واحد بصير طبيعي. عادي عادي صحيح. خلاص القرارات هذه تكلمنا في شيء لنا. اه تزبط هيك لا قصدي هذا ايش هذا؟ شوف اصفر 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 هذه في لايف هلا 4.2 هاي هم بزيد هناك التيار بزيد 4.2 هاي بزيد اللود عليها 4.2 هاي لقيتها بدها شحطين لسه ما شحطوش. انا مش جايز هذا يا توك مش جايز. اه جايز مش جايز. طيب شباب عشان نفهم يا شباب عشان نفهم اتولد عندنا هان 220 مظبوط؟ لاين تو لاين بين اللاين هذا واللاين هذا اللي مشبكين عليهم اللود. كفيز تولد 220 على جزء 3 اللي هو 125 تمام؟ ما حد عنده اشكاليه. بس هل هي نفس الاي اي اللي تولدت؟ لا. ليش؟ هان حيكون متولد قديش؟ اكثر ولا اقل؟ اكثر. تقريبا حيكون متولد قديش؟ هان يعني ذكرى بدون لود 140 ذكرى هذه بالضبط هذه بدون لود. بس انه هان الاي اي مش هي نفسها. اذا انا تولد ايه؟ تقدرش تقيسها. تقدرش تحسبها حسابيا لو انت عارف حساب الار اي والجي اكس. ان شاء الله المعرض الجاي حنحسبها حسابيا. فهمتوا كيف؟ تولد هان 220 125 كان للفيس بس هان تولد اكثر من هيك لانه صار دروب عليها هان. لو صار دروب هذه زائد هذه يعطيني مين؟ اللي هي الفيس اللي ده قديش مشهور؟ 180. وصل يا شباب ايش اللي صار؟ طيب ايهم نزل السرعه نزل الاي ار بس شوي ايش لاحظ السرعه ايش حيصير فيها؟ تعلى مضبوط وصل الاسود احمر يلا يا حط نزل عمان يا ساتر
وضح يا شباب ايش اللي عملناه؟ وضح. لاحظوا انه لما شلنا اللود لما قلل الاي اس ايش صار؟ ليش علي السرعه؟ لانه لقيتها انت لما قللت الاي اف كانك لغيت الاي اي قاعد بتقلل فيها. يعني كانك تشيل اللود. فلما شلت اللود رجعت السرعه للاصليه. لانه احنا ليش حطينا زودنا السرعه؟ لان صار في عشان صار الضغوط اللي عليها نتيجه اللود. لا عليك ايش انت؟ لا اذا بدك تعال اعطيني لانه خلصت الترجمه. خلصت؟ فاذا بدك تضل موجود فيش مشوار. طيب وش ذا؟ سكن الباب. شاب حابب يستفيد يعني. شباب وضح ايش اللي صار؟ وضحت كيف يا ايهم ايش الفرق بين البي اللي انا اخذتها التيرمينال والاي ال اللي تولدت؟ هذا بتساعدكم كثير في الاسئله عشان تفهموا الكونسبت اللي بتمشي فيه. ولاحظوا انه احنا ما حملنا لود قلنا بزيد سحب التيار بزيد عزم العزم على الموتور اصلا صار 3.4 كان 9.10 في النورد وهذا منطقي يا شباب حطيت له بس تحمل على بالضبط بسبب احب احمل على الموتور. طيب هكذا ايش بتلعب؟ هذا مشهور مش بنسون هذا الاي لود هذا مش بنسون الاي لود هذا من جبته من هذا لود نفسه هذا كلاي هو نفسه كفيز بسبب انه شبك الستار. طيب اليود اللي حكيت بدنا نعمله نفس اللي عملناه توي بس نغير هذا ايش؟ دلتا نغير الرسمة حكيت لها قبل شوي ايهم مجرد ما طفى الاكسيتيشن طفت اللود باشمهندس. طب ما حسبناش الفي فيز هون قديش تتوقع؟ 125 125 بس انا قلت 220 او القيمه اللي اخذتها لاين تو لاين على جذر الثلاث. شباب في حد عنده مشكلة في الترجمة؟ شباب تهزوش راسكم إذا مش فاهمين تهزوش راسكم. إيش؟ تمام عشان بالتلتا واحدة بدون لود وواحدة مع لود يا شباب بس اللي حنغير الكونكشن. طيب بدي افصل هذا فريكونسي بدي افصل هذا فريكونسي اوكي تمام. مين يشبك لي دلتا؟ يلا ايهم انت بتشبك دلتا؟ من هذا لهذا تعال ايوه من هذا لهذا ايش تضحك؟ من هذا لهذا الاولى اخي تضحك لا هو عارف يلا كيف يشبك دلتا طيب؟ شبك على هذا هذا الله عليك صح ولا لا؟ صح من وين عرفت الدخان؟ ايوه بقول لك ساعتين قاعد هات وهات شوف من هين لها يعني من هين لها يعني بعض. طيب يعني لازم ما كان حاطط يعني لازم تشيل خلاص يعني عاش بس بطلت ووترت ما تهبدش انا هبدت صدقني يحيى حكى حاجه صح يا اخي من اول مش صح ايوه مش انت هيك حكيت. طيب خلص فكره مش مهندس يحيى شاف 89 قالوا لي مش بالعلامات بس هي طيب بدي اشبك يا شباب اول حاجه بدي اشبك الفي فيز هذا هو نفسه الفي لاين لانه الكونكشن ايش؟ دلتا مضبوط؟ عشان نعمل دلتا واحنا اتفقنا في الدلتا الفي فيز هو اللاين اللي بيختلف زي ما قال هاي شبكتها وبدي اشبك برضه هذه الفريكونسي يا شباب الوقت ما مش هعمل شيء جديد وبدي اشبك اللود يا شباب بس بديش احمل عليه يعني. عشان انه ايش مع بعض على طول اعملهم بين هاي طرفين 125 بتاع قلنا 127 هو قال لي طيب حنعمل نفس اللي عملنا حنشوف هل تاثيره سلوكه بيختلف كدلتا ولا لا. طيب كيش حيختلف طيب في التيار بطل الاي نفس الاي فيز كله الفي والاي بس كسلوك يعني لما احمل عليه لود مش حيختلف حيصير يضرب على حيصير يضرب بالضبط حيصير قليل ثاني بدنا نشرح اكثر ارفع لي ايش اول حاجه بنعملها يا شباب؟ دخل ايش؟ اكسيتيشن دخل اكسيتيشن قديش ندخل؟ فوت خمسه تعبان ايهام لا من وراك علي قفوا تقاوم الا لكل الوقت بس
تعال يا علي تعال ليه؟ تعال مشتاق لك انت تصوير انت يا علي تعال ارجع مكانك سجل متين يا علي خمس دقايق وين التصوير يا علي؟ صور خلص ابو كافي احنا بدنا نحفز بقى طب دخلت 5 من 10 صحيح يلا يا علي شغل المطوع قديش بدك قديش بدنا مالك خايف بخاف من الكهرباء انا طبعا انت كلش بتخاف تبع كبابي طيب خلص بتولد حاجه ها لسه ليش؟ نمشي كده جيسي يلا يا أيها قديش المفروض يطلع يا أيها؟ 127 127 ليش أنا بقول؟ أنا شاب جديد أنا بقول شوي شوي لما قبل ما في الستار أطلع شوي شوي بسرعة هذا صوت 127 أيها أنا يا استاذ توي خلص ممتاز تمام نفس عالم وقال لنا ما يجي يعلي يغير عنده مالوش اي هم مدام محمد شلون بالطاقه بس هو التعسير البسيط انه بصاب صار تولد لما حمل لود فعلي بصير على الدروب لا 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 يعني انا بديش بضاعي انه ما اطلعش عن واحد فوق الاخر منطقي في فيز قديش 128 120 مضبوط اي اب قديش 7 0 7 اوكي شباب هاي هذا طبعا الفريكوانسي هاي 50 برضه 50 تمام شغل حمل اللود بعيد يا طيب فقدر طيب نحمل اللود هلقيت حل غير معلوم وبدنا نشوف نتابع نفس الحاجات اللي تبعناها غير معلوم هذا مش شغال صح يلا كثير بس مش كثير ليش هاي الجوة بدها تغيير أو رح بدها تنزل ليه غير شوف يا شباب نشوف الحاجات إن ننتبه لها أول حاجة توهج الأنباط مش هو توهج لأن هي في 22 وأنا مدخلها 127 أصلا اللي عندها حاعدلها لاحظوا صار دروب هان مضبوط صار دروب هان وهذا إيش صار فيه زاد مضبوط هلقيت إحنا إيش عشان نعادل لازم عشان إحنا بدنا الفريكوانسي 50 يعني 50 نعلي مين عشان عدد الفريكوانسي مين بنعدل السرعه قلت عشان اعلي السرعه اللي هناك بالضبط اه بس انا بدي اعدل الفريكوانسي بقول بعدل السرعه السرعه ليش بناء على ما بعد سرعه من عندك 1050 لا زياده زياده عن 5 هي زياده كثير عليه ما عاد حتنزل تصير صح حتى لا صح تمام لاحظوا هون وصلت ل 123 يعني ايش المفروض انا كده بدي اعمل يعني ممكن محتاج تسويق مثلا ممكن اشوف قديش نوصل 128 كويس هيك ولا نزل شوي قديش معك الهب ده؟ لا كويس في صدر الساعات الساعات برضه خايف بس برضه توهج قبل اكبر لا هو اقوى من كده طيارها تقدر تعطيك طيارها عسل عمهم سلوى بس هذا الفولت هي اقل بدك هلق مي لاين كلاين قديش 127 مليون باي لاين قديش 7.5 شباب لاحظنا انه نفس السلوك يا شباب لاحظنا نفس السلوك صار دروبات احنا رفعنا عن طريق نعادل السرعه ونعادل الثاني شباب في ليش الدروب لاحظوا السرعه هي كانت
1500 عملنا النوت صارت 1400 بالاول من 1500 ل 1300 عم بنشتغل بنزعف انا بدي اقول كل شيء هالقصة احنا سحبنا امبير 1.6 مظبوط وقديش مسموح لي في الدلتا اسحب امبير 6.1 فقديش انت سحبت منه تقريبا الربع والله قال الربع كم قديش سحبت امبير انت 1.6 في الدلتا قديش تسمح لك اسحاب 1.10 يعني سحبت ربع في الواي يا شباب وفي شبك واي سحبت 1.8 مظبوط هو سمح لي قديش 3.6 هذا نص كان اكثر من النص اللي سحب عشان هيك صار اللود الضغط اعلى كنت كيف؟ ليه؟ لأنها تشغل اللمبة على قديش؟ 22 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